بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم الحليم الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام العشر من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ولا شك ولا ريب أن من جملة الأعمال الصالحة التي يحبها الله سبحانه وتعالى مجالس الذكر، المجالس التي يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى ويصلى فيها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشرف كل علم بشرف معلومه، فإذا كنت تتعلم كتاب الله فهو أشرف العلوم، لأنه يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وإذا كنت تتعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشمائله وما حباه الله سبحانه وتعالى من خصال، فهذا لا شك ولا ريب أيضا يأتي بالمنزلة الثانية بعد كتاب الله، أن تتعلم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نأتسي وأن نقتدي به صلوات الله وسلامه عليه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو القدوة صلوات الله وسلامه عليه، فحقه علينا أن نتعلم هديه وسيرته وسنته وشمائله الكريمة وخصاله الحميدة صلوات الله وسلامه عليه. ويكفينا شرفا في هذا المجلس أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وفي هذا اليوم المبارك يوم الجمعة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وكنا بحول الله تعالى وقوته وتوفيقه بدأنا في مدارسة الشمائل المحمدية من كتاب المعروف بالشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وهو أشهر ما صنف في هذا الباب، باب الشمائل المحمدية، فتداوله العلماء بالشرح وبالتعليم، وتداوله العلماء أيضا بالتصحيح، يعني سار عليه العلماء منذ أن ألف إلى يومنا هذا، وما زال الناس يستفيدون من هذا الكتاب المبارك. وصلنا بحول الله تعالى إلى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنأخذ اليوم بإذن الله تعالى 3 أدوات من أدوات الحرب والآلات التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. سنأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ المغفر أي الخوذة التي كان يلبسها صلى الله عليه وسلم على رأسه أثناء الحرب. ومن النكت، يعني الفوائد التي ذكرت في هذا المقام، أن الترمذي رحمه الله تعالى آخر باب مر معنا في الدرس الماضي باب خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخاتم كما مر معنا اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم ليس للزينة، إنما اتخذه لختم الرسائل والكتب التي كان يرسلها إلى الملوك، لأنه في آخر أمر الدعوة عندما بدأ أن يراسل الملوك فقيل له أن الملوك لا يقرؤون كتبا إلا إذا كانت مختومة، فأمر بأن يصنع له خاتم، فصنع له الخاتم المعروف نقشه محمد رسول الله
فاتخذه ليختم به الرسائل. والرسائل هذا نوع من أنواع الجهاد والفتح، ولكن جهاد بالقلم واللسان. واليوم الباب الذي بعد هذا الباب باب الجهاد بالسيف والسنان، السيف والسنان يعني. فهذا من باب يعني الفائدة يعني. فبعد أن ذكر المجاهدة بالكتاب وباللسان، ذكر المجاهدة بالسيف وبالحرب والقتال. قال الترمذي رحمه الله، أو يعني هذا طبعا التبويب لم يكن من صنيع الترمذي رحمه الله كما قلنا في أول درس، إنما هو ممن جاء بعد الترمذي. الترمذي لم يبوب هذه الأبواب يعني. باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم كانت له 9 سيوف، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد، كانت له 9 سيوف صلوات الله وسلامه عليه. فكان يمتلكها صلى الله عليه وسلم إما في وقت واحد وإما في أوقات متفرقة. وبعضهم يعني قد نظمها في أبيات، يعني قال لهادينا يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من الأسياف 9 رسوب والمخذم ذو الفقار، قضيب حتف والبتار عضب، وقلعي ومأثور الفجار. 9 سيوف له صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول أنس هنا في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبيعته، القبيعة شفت اليد بتاعت السيف فيها شيء عامل زي الديل من تحت، الديل ده هي قبيعة السيف، فكانت من فضة. الديل ده فائدته ايه؟ ان اليد ما تزحلقش والمقاتل يقاتل بالسيف، فهذه اليد عامله زي يعني الماسك، او زي ايه، جايه زي الخطاف كده، بحيث انها تمسك الايد، تملك الايد من السيف. هذه القبيعه الجزء الاخير ده او الديل ده كانت من فضه، هكذا قال انس والحديث صحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن. سعيد ابن أبي الحسن من هو؟ أنت من الناس مستصدينك الشيخ مصطفى العدوي يسألك وتتحرج، يعني اللهم صل على محمد. سعيد ابن أبي الحسن هو أخو الحسن البصري. قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وهذا حديث صحيح لغيره. ثم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. طب كيف يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سيفا من فضة وقد من ذهب وقد نهى عن الذهب؟ الجواب أن الحديث منكر ولا يصح. الحديث الذي بعده: قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين أنه قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب. محمد بن سيرين كان من التابعين، قال: صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب. سمرة ابن جندب صحابي معروف، فمحمد بن سيرين صنع السيف بتاعه على هيئة سيف سمرة بن جندب. قال: وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بنسميها كوبي. يعني سمرة بن جندب عمل نسخة من السيف على سيف رسول الله. فجي محمد بن سيرين التابعي
عمل نسخة على سيف سمرة ابن جندب. قال وكان حنفيا، أي قال سمرة ابن جندب كان السيف يعني سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حنفيا. حنفيا يعني منسوب إلى بني حنيفة، وهي قبيلة عربية كانت مشهورة بصناعة السيوف، وقيل وصف بذلك، يعني وصف بأن هيئة السيف هيئة سيوف بني حنيفة، وقيل أنه صنعه رجل من بني حنيفة. كل ذلك قيل في هذا الحديث، والحديث إسناده ضعيف. ثم قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري أنه قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد، وذكر نحوه. وبذلك انتهى باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاصة أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبيعته، يعني الجزء الأخير منه من اليد، من فضة. وكثير من الصحابة كانوا على نفس الشاكلة، يعني كانت سيوفهم فيها فضة يعني. وهذا مما يجوز ومما استثناه الفقهاء من الأشياء التي يجوز للرجل أن يعني يتخذها من فضة. ثم قال ثم بعد ذلك الباب الذي بعده، باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرع هو لباس من حديد يصنع حلقا حلقا يقي المقاتل من الضربات، يلبس في منطقة الصدر والظهر مع بعض. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 7 أدرع كما ذكر ابن القيم، كان عنده 9 سيوف و7 أدرع صلوات الله وسلامه عليه. قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد وهو عبد الله بن سعيد الأشج، قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه، عبد الله بن الزبير عن جده الزبير بن عوف، أو عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة، ثم قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. وهذا مشهد من مشاهد طلحة في يوم أحد. فيوم أحد كما قال أحد الصحابة كان يوما كله لطلحة، مما أبدع فيه هذا الصحابي الجليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب أو أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة، مما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على صخرة عظيمة يوم أحد، وكان يوم أحد وكان عليه درعان. والدرع أصلا لأنه مصنوع من حلق حديدية فثقيل، فلما يلبسه الإنسان يثقل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه درعان وليس درعا واحدا، وهذا من باب يعني تمام التوكل، وهو سيد المتوكلين صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لبس درعان من باب الأخذ بالأسباب. وهذا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، فاجتهد صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بكل سبب متاح يقيه من ضربات العدو، فلبس درعان، وكما سيأتي ظاهر بينهما، يعني لبس درع فوق درع. الحديث صحيح، الحديث صحيح طبعا. فثقل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على صخرة، فأما طلحة أن يكون تحته يعني بمثابة السلم يعني، فصعد على طلحة ثم صعد على الصخرة، فدعا له النبي وقال أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ليس حديث، هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد. هذا كلام ابن القيم، ابن القيم معروف يعني كتابه زاد المعاد من الكتب المستوعبة ومن الكتب الجميلة في باب السيرة، يعني سيرة مع الأداب يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله لبس الدرع والدرعين،
وكان له 7 أذرع مع أنه سيد المتوكلين على الله. وقد أخذ أهل العلم من ذلك أن بذل الأسباب للحماية والوقاية ونحو ذلك لا يتنافى مع التوكل، بل حقيقة التوكل على الله سبحانه قائمة على اعتماد القلب على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، ولا يعتمد على الأسباب ولا يتعلق قلبه بها، يعلق قلبه بالله ويجتهد في الأخذ بالأسباب. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين، وكان يلبس لأمته ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين، يعني لبس درعين فوق بعض، واختفى في الغار ثلاثة أيام، فكان متوكلا في السبب لا على السبب. شوف ابن القيم يقول لك كان متوكل في السبب، اجتهد في الأخذ بالأسباب ولا يتوكل على السبب، يتوكل على رب الأسباب. طيب، ما الحكمة من نهوضه صلى الله عليه وسلم على الصخرة؟ لماذا كان يريد أن يصعد على الصخرة؟ طبعا معروف يا إخوة أن يوم أحد شاع وذاع بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، ففترت همته، حتى قال أحد الصحابة: ما أصابكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم أراد أن يصعد على شيء مرتفع لكي يطمئن الصحابة أنه ما زال حيا، فيبث فيهم روح القتال مرة أخرى صلوات الله وسلامه عليه، فيراه المسلمون القريب منهم والبعيد، فيطمئن على حياته ويفرح بذلك. وما محمد إلا رسول، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين. والحديث صحيح. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد. السائب بن يزيد كان أصغر الصحابة رضي الله عنه يوم أحد، كان عمره 7 سنوات، لم يشهد أحد، هو يحكي، ولكن في يوم أحد أو في أيام أحد كان عمره 7 سنوات، كان أصغر الصحابة أصلا وآخر الصحابة موتا، مات سنة 91 هجرية. السائب بن يزيد، يبقى آخر الصحابة موتا هو السائب بن يزيد، احفظها كده. السائب بن يزيد يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. وعرفنا ما معنى ظاهر بينهما، والحديث صحيح أيضا. السائب بن يزيد كان عمره ليس في غزوة أحد، في حجة الوداع كان عمره 7 سنوات، يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة كان عمره 7 سنوات، حج به في حجة الوداع وعمره 7 سنوات، فمات في عام 91 للهجرة، وكان آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وارضاه. ثم الباب الأخير ونختم به: ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر هي الخوذة التي تتخذ من حديد ويلبسها المقاتل على رأسه لكي تقيه من ضربات السيف. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له، طبعا دخل مكة يوم الفتح في عام 8 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وفتح الله عليه مكة اختلف العلماء هل دخلها غازيا أم دخلها فاتحا، ورجح بعض المعاصرين أنه دخلها غازيا لا فاتحا يوم الفتح. فلما دخل مكة قيل له: هذا ابن خطب متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. ابن خطب كان قد أسلم، وكان عنده خادم مسلم، فارتد ابن خطل هذا، ارتد والعياذ بالله. فلما ارتد قتل خادمه المسلم،
ثم رجع إلى مكة فاحتمى بمكة، لأن مكة لا يجوز أن يقتل فيها أحد. فلما احتمى في مكة لم يكتفي بهذا، بل كان من قبيح ما صنع أنه جعل يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ قينتين يعني مغنيتين فجعل يهجو النبي والصحابة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، من الذين أهدر دمهم ابن الخطاب. فلما علم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في يوم الفتح، دخل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مكة، وجدوه متعلق بأستار الكعبة، محتمي بالكعبة، خاف من القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوه، أهدر دمه لما فعل من هجاء النبي ومن سب النبي والصحابة. وسب النبي كفر لا يختلف فيه اثنين، سب النبي كفر، وصاحبه يقتل وإن تاب، بخلاف من سب الله. من سب الله إذا تاب تاب الله عليه، لأن سب الله لا يؤذيه، أما سب الرسول يتأثر به، لذلك الذي يسب الرسول يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه. فالشاهد من هذا الحديث أنه دخل يوم مكة وكان عليه المغفر، يعني الخوذة التي تتخذ من حديد، فكان ما كان من أمر ابن خطب. والحديث صحيح، طبعا هذا الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، إمام مالك رحمه الله، عن ابن شهاب، محمد بن شهاب الزهري من أئمة الحديث من التابعين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه، خلاص دخل مكة وفتح الله عليه مكة فنزع المغفر، جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. وهذا أيضا في البخاري ومسلم. قال ابن شهاب: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. ومن هنا أخذ العلماء أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بغير إحرام لمن لا يريد الحج، لمن لا يريد الحج ولا العمرة. فالإنسان إذا ذهب إلى مكة تاجرا أو ذهب ليزور أي شيء في مكة يجوز له أن يدخل بغير إحرام، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح بغير إحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المواقيت قال لمن أراد الحج والعمرة، فالإحرام لمن أراد النسك، أما لغير ذلك فلا يحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح بغير إحرام. وبهذا نكون قد انتهينا من آلات الحرب التي ذكرها الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل، ونقف عند باب العمامة، عمامة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعني الله وإياكم به على حوضه، وجمعنا به في جنته، ولا حرمنا رؤيته يوم القيامة. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.